وصلنا الفندق. ماما ماما يوسف اسقط وقوم عن الشنطة. ماما ماما اهلا. انا اسف، الشيك ان ما بيبدا قبل ما تصير الساعة 3. ها شكلنا لازم ننتظر هنا للساعة 3. حسان ممكن تتفضل انت، انا بخدم الاستاذ. ما في داعي استاذ محمد، عملنا لكم ترقيه على الحجز ورح تنزلوا معنا باحد افخم اجنحه الفندق. إيه؟ هاي مفاتيح الجناح بالدور الثالث والمصاعد منهم، اقامه سعيده. الحقائب رح توصلكم على الجناح خلال دقائق. اسف على الازعاج. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. حقائبكم كلها هون، نتمنى لكم إقامة سعيدة، وحابين نبلغكم إنه الليلة جميع ضيوفنا مدعوين لحفلة عشاء تعارفية لكل النزلاء. يشرفنا نحضر. عندي فكرة. أنا كتير بحب هيك الأجواء. بصير. ومن زمان كنت عارف اني اجي لهون. المكان كتير مريح. انت شو رايك لينا؟ بابا اعطينا فلوس عشان نجيب اكل. ايمان حبيبتي الاكل ببلاش. لحظة هذا الاكل كله ببلاش؟ ها؟ ايوه يا ولدي، البوفيه داخل سعره ما الحجز، خذوا اللي يعجبكم. شوية يا ولد لا تفشلونا. أكيد رح نشارك. محمد أنا هأكل جاد، إذا ممكن بس تجيب لي شوية أكل على بال ما أخلص. أبشري، تعال يا يوسف معايا عشان أعبي لك صحنك. حاضر بابا. كثر منا. يا أولاد ليش جايبين أكل قد كده؟ كان حطيته شوية ولو احتجتوا زيادة تجيبوا. تتحديني أخلص قبلك؟ ما حتقدر، والخسران ما هياكل حلا. استعدي للخسارة. اتكلم عن نفسك. جب
جاد جاد آسف جدا أستاذ محمد، ما بعرف كيف تفركشت. ما في مشكلة يوسف، خلاص روح أنت كل. حاضر بابا. خلاص استسلمي، ما حتفوزي، أنا لسه جعانة. استعد لل سارة. محمد خير؟ أقول لك ملابسي توسخت، رجعت الغرفة عشان أغير بس ماني ملاقي ملابسي. أنا أرسلتها للغسيل عشان الكوي، المفروض تكون جاهزة بكرة الصباح. يا الله، طيب خلاص هتصرف. احنا ليش سوينا كذا؟ بس خلاص انت الفائزة. لا انت الفائز، خلاص الحالة من حقك. وين راح؟ تفضل. جاد جاد انت لساتك شوفي، يلا بسرعه اطلع على المسرح، يلا تعال تعال نور بسرعه. هاي هاي يا الله ماني شايف شيء. الفائز معنا بمسابقه التنكر لهذا اليوم هو لبس الفارس. صديقنا الفارس يفوز بقسيمة مجانية لشخصين لقضاء يوم كامل في المنتجع الصحي لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى تقديم الحلويات والمشروبات المجانية طوال فترة الإقامة في الفندق. ما اتفقنا على كده. هاي بابا بابا، بمناسبة الفوز جبت لكم كلكم حلا. ها شكلهم ما يحبوا الحلا. Hmm.